أخبار اليوم. باعتبارك ضمير حي وقلم حر إن شاء الله، كلهم في جريدة الموقرة، وتحياتي لكم بأسماءكم كل واحد لشخصه، وبصحافكم أهلا وسهلا بكم، وشرفتوا مكاننا ومكانكم اللي هو بتاعكم أصلا، إن شركة قطاع عام بتاعتكم بتاعت الشعب كله. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله إحنا في مؤتمر صحفي ده بنقول يا جماعة إحنا شركة قطاع العام بنغير النظرة، بنغير النظرة تماما لكلمة القطاع العام. القطاع العام القابل للتحدي بالنجاح وللنجاحات المستمرة إن شاء الله. طبعا إحنا عندنا مبدأ بيقول إن تقليل الخسارة يساوي ربح. إن إذا قلنا إن تقليل الخسارة يساوي ربح فده من ضمن سياق موضوع للتعبئة والنزول على طول في الأسواق. فتخيل حضرتك إحنا الشركات اللي موجودة في وجه بحري ممكن بعد ساعة من خروج السيارة من محطة الماكس يكون الزيت ده في خطوط الإنتاج. إحنا بالنسبة لنا بعد 24 ساعة على ما يكون دخل خطوط الإنتاج كوجه إبلي بالذات يعني. إنما إحنا الحمد لله تغلبنا على المشكلة ديت، استعنا بالسيارات بتاع الشركة وعملنا سيارات قطاع خاص بحيث يبقى في على طول 24 ساعة في سيارات في الطريق. يعني في كل ساعة سيارة عربية بتدخل المصنع. إحنا كان مبيعاتنا في شهر يناير، صافي مبيعاتنا في شهر يناير 40,212,000. في شهر فبراير الحمد لله وصلت 50,451,000. في شهر مارس وصلنا 67,201,000. 201,000. في شهر ابريل 68,348,000. في شهر مايو وصلنا 71,665,000. واضح طبعا من الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم زياده نسبه المبيعات، صافي المبيعات للشركه، وده بالتالي بيكون سبب جاي من حاجتين: زياده الانتاج وزياده الموزع وسرعه تدفق الخامات للمصانع وتنظيم خروجها للسوق بحيث ان مفيش توقف 24 ساعه في 30 يوم سهر مجهود متابعه مستلزمات انتاج بتبقى موجوده في المخازن تحت الطلب متوفره قبل الخامه يوصل لكل مستلزمات الانتاج اللي عنده موجوده.